السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى اتصالا هاتفيا بالرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، وده لتقديم التهنئة لسيادته بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة. وخلال الاتصال أكد الرئيس السيسي حرص مصر على مواصلة العمل المشترك لتقوية أواصر الأخوة والتعاون التي تربط البلدين، وبما يحقق تطلعات ومصالح الشعبين الشقيقين. أيضا الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أكد حرص الدولة المصرية على أن يكون الساحل الشمالي هو الوجهة التي يتم التركيز عليها من جانب مختلف أجهزتها من أجل تعظيم قطاع السياحة وإتاحة عدد كبير من الغرف الفندقية والسياحية في هذه المنطقة لمضاعفة أعداد السائحين القادمين إلى مصر. أخبار كتيرة حصلت امبارح. الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى اتصال هاتفي بالرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني لتقديم التهنئة لسيادته بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً للجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة، متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء مهامه خلال فترة رئاسته الجديدة، ومؤكداً حرص مصر على مواصلة العمل المشترك لتقوية أواصر الأخوة والتعاون اللي بتربط البلدين، وبما يحقق تطلعات ومصالح الشعبين الشقيقين، وأيضاً في ضوء الرئاسة الموريتانية الحالية للاتحاد الإفريقي. امبارح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عقد مؤتمر صحفي موسع بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة للإعلان عن تفاصيل مشروع ساوث ميد في منطقة الساحل الشمالي الغربي بشراكة استثمارية جديدة بين الحكومة والقطاع الخاص. وأكد رئيس الوزراء حرص الدولة على أن يكون الساحل الشمالي لمصر هو الوجهة التي يتم التركيز عليها من جانب مختلف أجهزتها لتعظيم قطاع السياحة وإتاحة عدد كبير من الغرف الفندقية والسياحية في هذه المنطقة التي من شأنها أن تسهم في مضاعفة عدد السائحين القادمين لمصر، لافتاً إلى أنه بالنظر للظروف المناخية لمنطقة الساحل الشمالي ولطبيعة أرضها فإنها ستكون واحدة من أهم المناطق التي من الممكن أن تستوعب عدد كبير من حجم الزيادة السكانية في مصر خلال الفترة القادمة. امبارح شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مراسم توقيع اتفاقية مساهمين بين صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية وشركة صندوق مصر لدعم وتطوير التعليم وشركة الأهلي سيرة للخدمات التعليمية بهدف تأسيس شركة جديدة لتطوير 4 نماذج لجامعات دولية جديدة في مصر، واللي بتجمع بين مزيج فريد من فروع الجامعات الدولية والجامعات التكنولوجية. امبارح التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ممثلي تحالف سينغ فاي فيليبس وجيلا في إطار استعراض عدد من المشروعات الجديدة المقترحة، وعبر مسؤولو الشركات عن شكرهم لرئيس الوزراء على إتاحة هذا اللقاء لعرض 4 مشروعات جديدة مقترحة للتحالف باستثمارات 100 مليون دولار في إطار العمل على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لمصر والعمل على توطين مختلف الصناعات تماشياً مع توجهات الدولة في هذا الشأن. امبارح أكدت الحكومة أنه لا صحة لإلغاء التوقيت الصيفي بدءاً من يوم الجمعة القادم تزامناً مع تطبيق موعد غلق المحال التجارية الجديد، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن. وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن التوقيت الصيفي والشتوي لهما قانون ولا يحددهما قرار، وبالتالي يستمر سريان تطبيق التوقيت الصيفي دون إلغاء وفقاً للقانون رقم 24 لسنة 2023. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك أن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة التقى جان بير لاكرو وكيل سكرتير عام الأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام خلال زيارته الرسمية لمصر. تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة، وأيضاً دور مصر الفاعل بالتعاون مع الأمم المتحدة لدعم مهام قوات حفظ السلام في ضوء الالتزام بالمواثيق الدولية ومبادئ فض النزاعات والتسوية السلمية، بما يعزز ركائز الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي. حضر اللقاء الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة.